لا ما هو دي حاجات انتوا لازم تتفرجوا عليها يعني، لسه الحلقات جاية، بس انتوا اخدتوا نبذة كده عن جنان نادية واللي هي بتعمله. بصي، ما ينفعش تقولي انا اوافق او ما وافقش، لان كل طفل وكل ام وكل ظرف لوحده. ما تقدريش تبقي متسلطة على طول، وما تقدريش تبقي متساهلة على طول. ان انا ست وام وبس. ومبسوطة بالنجاح اكيد، ومبسوطة ان احنا اثرنا في الناس لدرجة ان هم كان يبقى نفسهم ان احنا نعمل جزء تاني، وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا وتنبسط. الكتابة حلو قوي، انه في قصص، احنا عائلتنا بس 10، فعندنا قصص كتير جدا ممكن نحكيها، واخويا ومراته وابن اخويا ومراته، ففي عندنا مساحة ان احنا نحكي قصص تانية. من الموضوع ما بقاش على حسن ونادية بس. والله ايه ده ان شاء الله. انا شايفة ان كل واحد بظرفه، ما حد، ما انا ما اقدرش اعمم، ما اقدرش اقول ان كله صح وكله غلط، لا، كل حاجة بظروفها. بس ان ام تتجوز تاني، هو الجواز مش عيب على فكرة ولا حرام.